11 عاما على محاولة اغتيال النائب والوزير السابق مروان حميدي، 11 عاما والعدالة على السكة في لاهاي، فيما القاتل يواجه ثورات فضحت إجرامه. وفي الذكرى تكريم لحميدي أقامه النائب جمال الجراح والكاتب السياسي أحمد الغز في الزيتونة باي بحضور رفاق الدرب في ثورة الأرز، وزراء ونواب وشخصيات سياسية وحزبية وإعلامية في قوى 14 من آذار حضرت لتحتفي بإرادة الحياة لدى المكرم. كل هذه الكوكبة من زعماء لبنان في الفكر، في السياسي، في الصحافي، اللي قضوا تحت مقصلة النظام السوري، ولكن أهم النظام السوري، الممانعة المشوهة والمشوهة والمشروع الفارسي اللي بده يحتاج يجتاح لبنان كامل. المعركة ما توقفت، ولكن مشهد الشعب السوري اللي عم بيواجه بعد كل شيء بواجهه الدب الروسي، هذا المشهد لازم يعلمنا انه الصمود وانه الصبر هو اللي بينقذ لبنان، مش المساومة مع هؤلاء القتلة وجماعته. عم نحكي هالذكرى لنقول للبنانيين انه ارادة الحياة اقوى من ارادة الموت، والحق مهما خبى لابد انه يجي يوم وينتصر، كما ان شاء الله بتنتصر الثورة السورية، كما بينتصر مشروع رفيق الحريري وشهداء 14 اذار، ونعيد لبنان الى حيث يجب ان يكون. هذا اليوم مش للحكي، لانه اللي استهدفوا بعملية الجريمة ما قصدوا الحكي، قصدوا شجاعة الحياة. نحن اليوم عم نحتفل بأشجع أصدقائنا بتجديد الحياة وتجديد إيمانهم بلبنان وبالحرية الرأي. ومن الحاضرين تحية للشهداء وأخرى للثورة السورية التي أكملت الربيع اللبناني. رمز من رموز 14 أذار، رمز من رموز الحرية بالبلد، رمز من رموز العقلانية بموقعه السياسي وبموقفه السياسي. هيدي الروح اللي ألهمت 14 أذار طبعا وتحركت بعد استشهاد الرئيس الحريري، هي روح مستمرة رغم كل ما يمر بالبلد من أزمات، هالروح مستمرة وهي ما يعول عليها لبناء مستقبل لبنان. اللي بدنا نقوله بعد 11 سنة، كل من حاول عرقلة المحكمة بعتقد اليوم عم بدافع عن حاله بقلبه للمحكمة، إن كان بشكل مباشر وإن كان بشكل غير مباشر معلوم بالتفاصيل المملة. وهون عم بقصد فيه حزب الله بشكل كبير، عشان متابع المحكمة وخايف منها بشكل أساسي. في الأول من تشرين الأول عام 2004 عاد رجل إلى الحياة ليكشف ببقائه زمرة الأنجاس الذين حملوا دم الرفيق، جملة التف حولها الحاضرون مؤكدين تمسكهم بالثوابت التي استشهد لأجلها كوكبة من الشهداء. 11 عاما لم تدفع إلى اليأس من الوصول إلى الحقيقة، وما هو الجمع اليوم إلا تأكيد على روحية قوى 14 من آذار المتماسكة والمستمرة في نضالها. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل.